هلا حبايبي، انا اسفه من كم يوم ما سويت فيديوهات تشالنج لاني احترقت في هذه المنطقه مثل ما شايفين. طاح علي شاي اخضر واحترقت بشكل متوسط مثل ما شايفين. هذه ريولي مثل ما شايفينها، وبهالمنطقه تحديدا حروق متوسطه. بس الله يحفظنا ان شاء الله ويحفظ الجميع، بس ادعوا لي. والحمد لله الحين تعافيت، اخذت كريم ميبو والحمد لله رب العالمين. هنا بختم هذا الفيديو، اتمنى تدعوا لي. كونوا سعداء وانشروا السعادة، اعطوني لايك كومنت وشير، واحبكم وايد.